في الختام بناتي أبنائي، أتمنى لكم عيدا مباركا سعيدا، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من كل هذه الدروس التي أعطيت لكم طيلة هذه الفترة من الحجر الصحي، أتمنى أن تكونوا على أتم الاستعداد لاجتياز امتحان الوطني شهادة البكالوريا. أتمنى صادقا لكم جميعا التوفيق والنجاح. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم بويا محمد الأهضف. عيد مبارك سعيد، أتمنى لكم النجاح والتوفيق. كما تعلمون أولا أنا أدرس في مادة الفلسفة بثانوية الحسن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أستاذ محمد مبارك هلاب، ثانوية تأهيلية حي القسم، مديرية العيون، ونحن على أبواب الامتحان الوطني. أتمنى لكل المترشحين صادقا الأحرار والرسميين حظا سعيدا وبالسداد والتوفيق، وعيدكم مبارك سعيد.